بداية القتل كان كله بالهاي الشواكيش المطارق تبع الخيم اللي سلمونا إياها كانت وبآلات حادة. أما اليوم تطور الأمر، كان صار كله سلاح، كواتم روسيات مو معروف يعني، والمشاكل هاي عمال تستمر يعني وعمال تزود عندنا بالمخيم يعني بصراحة. يعني صار اليوم كليته المخيم اليوم عنده قلق وتوتر نفسي وشي مو معقول يعني. واليوم في اكثر الناس اليوم العمال تقتل هاي يعني، تشوف هذا في واحد يصلح طبابيخ، في واحد ثاني هذا نفس العمليه، هذا اللي قتل من يومين او ثلاثه يمكن امبارح وقبله هذا رئيس المجلس العراقي. القتل يعني عمال يصير بعز النهار يعني، هذا رئيس المجلس العراقي يجوا عليه قدام البيت قتلوه، مش شو القصه شو المشكله ما بنعرف، والامر لحد الان مجهول يعني. نحن متاكدين انه عم يتعاملوا مع الاستخبارات او مع اشايس او غير، بس يعني نحن كمقيمين هون بالمخيم يعني ما نعرف عليهم مثل هيك شغلات يعني، بس هذا الحكي اللي انقال. اما الناس هاي اللي انقتلت يعني، هذا اللي بمصلح البوابير وهذا اللي حارس يعني، كنا بنعرفه انه ما له علاقه بهيك مسائل نهائيا، لا له علاقه لا بداعش ولا باشايس ولا باي غير يعني، قتلوا هيك يعني بكل سهوله وبكل برود اعصاب يعني، ولا حدا يعني استطاع يمسك هذول الناس يعني، وهي اللي الشيء اللي سبب حالة رعب جدا يعني هون بالمخيم. يعني الكل هلا يعني صاروا، تخيل انه اغلب العائلات صار كل 4-5 عائلات عم تنام بخيمة واحدة يعني، خايف على حالها يعني، ما حدا يعني مؤتمن انه هذا ما عليه او هذا ما عليه، ما حد عارفان شنو السالفة يعني، لانه ما حد يعرف انه هذول انقتلوا ليش بأي سبب يعني. كقوى أمنية يعني نسعى جاهدا ل يعني عدم حصول أي خروقات في هذا الخصوص. يعني موضوع السلاح هو ممنوع، لا يحق لأي شخص متواجد ضمن المخيم بحمل السلاح إلا الجهات الأمنية المعنية بحمل السلاح، وإذا حصل أي خروقات في هذا الخصوص هناك متابعة بهذا المجال لمصادرة السلاح أو إلقاء القبض على الفاعل.